يسوع المسيح كان عنده شعبية كبيرة. احنا بنعرف انه كفرناحوم مثلا كانت مزدحمة جدا والشوارع كلها مزدحمة، جاءوا ليستشفوا من يسوع المسيح. وبنعرف من اشباع الالاف اشبع 5000 رجل ما عدا النساء والاولاد، يعني العدد ممكن يوصل 20,000 نسمة. فهذا ان دل على شيء بدل انه كان عنده شعبية وكان صيته معروف. كان يأتون إليه من صور ومن صيدا ومن سوريا ومن الديكابوليس، يعني المدن الرومانية العشر من عبر الأردن، من كل قرى الجليل، من اليهودية، من أورشليم ومن الشرق والغرب، كله كان يأتوا لكي يروا يسوع ويستمتعوا بخدمة يسوع. طبعا جاء البعض ليسمع فينتفع، وجاء البعض الآخر يسمع فيستشفي، لكن بعض آخر كان عنده حب استطلاع يمكن لينتقد. على أي حال كان ممكن الوصول إلى يسوع. اليوم في كتير قادة دينيين من المستحيل أنك تصلوا، يعني في حاجز بينهن وبين بقية المجتمع، لكن مش يسوع. يسوع النساء كانت تتبعه، الأطفال كانوا يجي لعندهم. لما حاولوا يمنعوا الأطفال قال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات. شيء آخر، المسيح فهم قيمة الوقت. ما كانش يأخذ من وقت الناس، كان يأخذ من وقته هو. يعني لما كان يصلي كان يصلي بالليل، لما كان يصلي يصحى بالصباح باكرا قبل ما يبتدي خدمته مع الشعب. فإذا ضحى بوقته لخدمة الآخرين. اليوم بقول لك أنا مش فاضي لأنه في عنده أوقات معينة، لكن المسيح بالفعل ضحى في وقته، اختار أوقات اللي ممكن تكون متعبة إنه يصلي كل الليل أو يصحى في الصباح الباكر جدا. خدمة يسوع المسيح كان فيها تمييز. هذا التمييز أحبائي إنه يسوع كان يدرك ما في قلوب الناس. المسيح عندما أشبع الآلاف، معجزة إشباع الآلاف في هذه المنطقة، عرف قلوبهم، أرادوا أن يخطفوه ويتوجوا ملك في هذه المنطقة. وهنا من نفس المجمع، من مجمع كفرناحوم، قال أنا هو خبز الحياة، من يتبعني، من يؤمن بي فلا يجوع، ومن يقبل إلي لا يعطش أبدا. فإذا اتكلم عن الأمور والحقائق الأبدية المهمة جدا. كان عنده تمييز، كان يدرك ما في قلوب الناس. ثم خدمة يسوع أحبائي تتميز بالرحمة، بتتميز بالنعمة، بتتميز بالمحبة، وبتتميز بالحنان. كان يتحنن على الناس لأنهم كرعية بلا راعي. كان دايما بدافع عن المظلومين، بدافع عن الناس. في عنده رحمة، في عنده نعمة، في عنده محبة. اللي أمسكت في زنا أنصفها، واللي حاولوا طبعا مثل العشرين مثل زكا فعلا حاول أن يقف إلى جوار المظلومين، لكن نعمته غيرتهم. المسيح كان عنده فن التواصل مع الناس، مشان هيك شعبيته كانت عظيمة جدا. كان يتعاطف مع إنسانية الناس، وكان يخاطب الفكر، وكان يتعامل مع الضمير، وأحياناً كان يزعزع الأفكار الخاطئة. لكن في كل شيء كان بيعمله كان يقود الإنسان إلى قرار، إلى قرار حاسم بالإرادة. وهذا فن التواصل، كيف المسيح كان يتواصل ويتعامل مع الناس، لدرجة الناس كانت معجبة في شخصه. كما قيل عنه خرجت كلمات النعمة من شفتيه. في مجمع الناصر تعجبوا من كلمات النعمة. بعدين شيء آخر في يسوع المسيح، كان يعلم ليس كالكتبة والفريسيين. خدمته كان خدمة حماسية، يعني عنده الكاريزما. لما كان بيتكلم كان عنده الحماسة، لكن مش سطحي، كان عميق جدا بسلطان إلهي، بقدرة إلهية. كان عنده حضور في أي مكان كان بيتكلم. شيء آخر بخدمة يسوع، أدرك
إنه عنده إرسالية من السماء، وإنه طعامه حتى يتمم مشيئة الآب وإرسالية الرب. فمشان هيك كان بيتحرك باستراتيجية، كان بيتحرك برؤية واضحة، كان عنده الفكر المرسلي واضح جداً ليه جاي. فهذا إن دل على شيء بدل على معرفته طبعاً في هذا الموضوع. شيء آخر في خدمة يسوع، يسوع يعتبر مثالنا، هو القائد الخادم. ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. يعتبر هو مثالنا الأعظم بالقيادة، لكن القائد الخادم. ثم هو الراعي الصالح، كان بيتعامل مع الناس كالراعي. هو الذي قال أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. شيء آخر اللي بيميز خدمة يسوع المسيح، كان صديق الخطاة، كان بيرافقهم، كان بيخلصهم، كان بيتحنن عليهم. خدمة يسوع بتتميز بالتحرير، يعتبر المحرر الأعظم، وكان عنده هدف من كلامه مع الناس إنه يحررهم من الخطية. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحراراً. أحبائي، 3.5 سنين خدمة يسوع، 3 سنين، لكن هاي 3 سنين أثر على كل البشرية، وهاي الخدمة اللي هون انطلقت من كفر نحوم.